وأعتقد إن الدوافع اللي موجودة دلوقتي للعيبة النادي الأهلي دوافع كبيرة جدا جدا جدا. وأنا عايز أقول لهم حاجة يمكن أنا متأثر بيها جدا، أنا عايزكم تاخدوا الكاس ده وتروحوا بيت مؤمن زكريا تودوا له الكاس وترفعوا معنوياته، لأن هو محتاج جدا الكاس دي، وجماهير النادي الأهلي طبعا كلها محتاجة الكاس دي. بس أنا بطلب منكم، أنا والدكم وأخوكم الكبير، تدوا الكاس لمؤمن زكريا.